المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي. الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة، والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. عبقرية محمد، عباس محمود العقاد. وينظرون إلى أقطاب الدنيا كأن الأصل في النظر إليهم أن يتجنوا عليهم ويثلبوا كرامتهم، ولا يثوبوا إلى الاعتراف لهم بالفضل إلا مكرهين، بعد أن تفرغ عندهم وسائل التجني والثلب والافتراء. هذه الآفة حطة تهبط بالخلق الإنساني إلى الحضيض، وتهبط بالرجاء في إصلاح العيوب الخلقية والنفسية إلى ما دون الحضيض. فماذا يساوي إنسان لا يساوي الإنسان العظيم شيئا لديه؟ وأي معرفة بحق من الحقوق يناط بها الرجاء إذا كان حق العظمة بين الناس غير معروف؟ وإذا ضاع العظيم بين أناس فكيف لا يضيع بينهم الصغير؟ لهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي يفهمه المعاصرون ويتساوى في إقراره المسلمون وغير المسلمين نافعا في هذا الزمن الذي التوت فيه مقاييس التقدير. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي. وأنا لا أقصد في مباحثي ظالما بعينه ولا حكومة أو أمة مخصصة، وإنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه. ولي هناك قصد آخر، وهو التنبيه لمورد الداء الدفين. عسى أن يعرف الذين قضوا نحبهم أنهم هم المتسببون لما حل بهم، فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار، إنما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواكل. وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات. عبد الرحمن الكواكبي. الأمن الشامل في بلاد الملك العادل، الإمام عبد العزيز آل سعود. عنوان الرحلة: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. 1929. المؤلف شكيب أرسلان. كنت صاعدا مرة من مكة إلى الطائف، وكانت معي عباءة إحسائية سوداء، جعلتها وراء ظهري في السيارة، فيظهر أنها سقطت من السيارة في أرض لقيم ولم ننتبه لها، فأخذ الناس يمرون فيرون هذه العباءة ملقاة على قارعة الطريق، فلا يجرؤ أحد أن يمسها، بل شرعت القوافل تتنكب عن الطريق اللقم عمدا حتى لا تمر على العباءة، خشية أنه إذا أصاب هذه حادث يكون من مر من هناك مسؤولا،